صحباتي جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اول فيديو لعام 2020، جيسبر يكون عام يدخل علينا بالخير والبركه ان شاء الله. دونك اليوم كما شفتوا في العنوان رايحين نديروا اول فيديو لسلسله لباس التقليدي الجزائري، وين راح نشوفوا في كل فيديو لباس من لبستنا التقليديه. اليوم راح نشوفوا الجبه القبائليه لولايه تيزي وزو بجايه وكذلك لبيره. دونك فوالا رايحين نرسموا الجبه القبائليه وكذلك وممتون رايحين نهضروا عليها وعلى تراث القبائل وممتون كاين معلومات اللي تعرفوهم كاين معلومات ما تعرفوهمش. دونك نتوما مالكم غير تحبوا لا فيديو تحطوا لي في كومونتير ما هو لباسكم التقليدي ولا واش من اللباس اللي تحبوه بزاف تلبسوه في العراس ولا فوالا. هكذا باش ندي فكره وندير لكم فيديو واحد اخرى لباس من الالبسه التقليديه. ما نطولش عليكم هدرت بزاف نخليكم تشوفوا لا فيديو. قبل ما نبداو لا فيديو حبيت برك نقول لكم ولا نمد لكم فكره انه ما لازمش نعاودوا بالخطوط الاساسيه بالقلم الاسود. وعلاش؟ باسكو الديسان تاعنا ولا اللباس تاعنا مازال ما ديسيناش. من المستحسن ترسموا كامل لاغوب تاعكم من بعد الخطوط الاساسيه اللي حتبان للمانكان تديسينيوها نورمال او ميم طون تلونوا لا. يعود أصل الأمازيغ لمنطقة شمال إفريقيا، معناتها الأمازيغ هم السكان الأصليين لهذه المنطقة. كاين فرق بين الأمازيغي والبربري، وعلاش؟ كلمة أمازيغي تعني الرجل الحر، أما كلمة بربري فتعني الهمج الابتدائي، وهذا الشيء اللي خلانا نلقاو بعض الأمازيغ يرفضوا هذا التسمية. معظم الأمازيغ يتواجدوا في منطقة القبائل الكبرى واللي هي تيزي وزو، بجايه، بويره، بومرداس، منطقة دلس، سطيف، جيجل وتيبازا. لحد اليوم مازال ما لقوش عدد او نسبة محددة للامازيغ في الجزائر. ديانة الامازيغ هي الاسلام، ومعظمهم لأغلبيتهم يتبعوا المذهب المالكي، وكاين منهم اللي يتبعوا المذهب الاباضي تحديدا في واد ميزاب. اليوم راح نهدرو على منطقة تيزي وزو، بيرة، بجاية وكذلك دلس في ولاية بومرداس، واللي تعتبر هذه المنطقة من أشد المناطق اللي تحافظ على تقاليدها. ومن بين هذه التقاليد راح نشوفو الجبة القبائلية اللي تعتبرها أهم شيء يمثلها. الجبة القبائلية ولا فاقندورس القبائل تعتبر أهم رمز للأمازيغ. هي اون روب اللي تتخيط من انواع كثيره ومتنوعه من الاقمشه اساسها الحرير، وكذلك تضاف اليها حاشيات ولا ديغالون من مختلف الاشكال والالوان، معروفه بالوانها الباهيه اللي ترمز الى طبيعه منطقه القبائل. في لاغوب كابين نلقاو الفوطة ولا الحاف اللي تحطو المرأة القبائلية على الخصر تاعها، وتزيد فوقو الحزام اللي مصنوع من الخيوط والحاشيات المختلفة الألوان كما ذكرنا من قبل. وتراي صغري ودنوبي وننسى بوين تزمرتي ورنا نزيتي دي وثسن عفس غولني ورخنا مكن بعض أرني غثو ذارتي وريوك. نروح لجهة اكسسوارات المرأة القبائلية واللي تعتبرها من أهم الأشياء اللي تكمل الإطلالة تاعها، اللي هي الفضة. كاين فضة قديمة لونها أسود، وكاين فضة الجديدة رائجة الأعوام الأخيرة لونها أبيض. تعصف سلسلة كبيرة وعريضة تحطها المرأة القبائلية فوق راسها وتبهيلها وجهها وتزيد في الأنوثة تاعها. نلقاو فيها ألوان وأنواع كثيرة. وكاين الثزبة اللي هي السلسلة اللي تحطها فوق رقبتها ولا على العنق تاعها. الإسوارة اللي تحطها على يدها جو بونس يقولوا لها دحوح، إن شاء الله ما نكونش غلطة. كتبولي في الكومنتير القبيلية تاعنا اسكو مانيش غلطة. حتى في الفوطة نلقاو حاشيات نفسها مع الصدر واليدين وتحت لاغوب نفس الشيء.
الفوطه في الاعوام الاخيره كاينين البنات اللي لقاوهم يحطوها وكاينين البنات اللي ما يحطوهاش، وكاينه عفسه في الحزام. الحزام المراه القبائليه اللي متزوجه تعقد الحزام تاعها في الوسط، معناتها متزوجه، واللي ماشي متزوجه عزبه تحطو في الكوتي اليمين ولا اليسار، هكذا باش يعرفوها الناس باللي ليست متزوجه. في الغرب كبير كاين الوان كثيره، والعروس القبائليه نهار عرسها تلبس جبه قبائليه بيضاء. حبيت نديرها لكم اليوم بيضاء، لكن في الاعوام الاخيره ولات العروس القبائليه تلبس كامل لي كولور. الامازيغ عندهم علام يوحدهم، يوحد الارض تاعهم في ثلاث الوان، بالاضافه للون الاحمر المكتوب به حرف زد في وسط العلم، وهو رمز الهويه الامازيغيه، واحد حروف كلمه ايزوران واللي تعني باللغه العربيه الجزر. اللون الازرق يمثل السماء وحتى البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. الأخضر يمثل الأرض واللي هي منطقة القبائل منها الجبال والغابات. أما الأصفر فهو لون الصحراء. لا تفلسفات دوني دور تتفات والسر من يفات ربي ذا ما عيوات ذق ذر يكسى وميكسى يزمريك الرزقان دوينك نومو نكسى يتشايا غيض مع ذيكسان سكسي ثوي جرب يحصى سلما ناشو ديوجو يوني يطف ذي العرصة ويضيع اسم ثورا سلحي فنوني نحافة اوذ يتزون يخسان كل وذ شرض منك قفران وغض تسيال لمان الدوغ ذي قزال درغلا نغص. فيديو حبوباتي جيسبر تكون عجبتكم واستفاديتوا منها. اليوم شفنا لباس تقليدي لمنطقة القبائل، في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشوفوا منطقة واحدة اخرى ولباس واحدة اخرى ان شاء الله. جيسبر تكون عجبتكم، اذا نسيت كاش معلومة اكتبوها لي من تحت في الكومنتر هكذا باش تفيدوني وتفيدوا كذلك الناس اللي يشوفوها. دونك بارطاجيو الفيديو ماكسيموم هكذا باش تكبر العائلة تاعنا ونديروا دي فيديو اكثر واكثر. فوالا ما تنساوش تدعموني بجيم وتابوني فلاشن وتكليكي على لا كلوش كيما العاده باش نحكم كامل جديد ان شاء الله. اي فوالا دونك لا روب حبيت نخليها هكا بيضاء، واذا حبيتو نتوما كولور واحد اخرى تقدروا ديروا نيمبورت كولور باسكو لا روب كابيل تقدروا ديروا الكولور اللي حبيتوها. فوالا ماني انا نقول لكم تهلاو في وحدكم، تهلاو في الناس اللي تحبوهم. سلام.